درعا البلد حاجز المخفر في منطقة العباسية تم تحريره على يد أبطال الجيش الحر. الله أكبر. هذا الرصاص الذي كان يطلق على المدنيين والأطفال والنساء في درعا البلد. هذه الصواريخ التي كان يطلق على بيوت المدنيين العزل في درعا البلد. أبطال الجيش الحر مستمرون في تحرير الحواجز الأسدية في درعا البلد وتطهيرها من رجس العصابات الأسدية. الله أكبر.